بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. تقدم أن أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن هذا يشمل أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل نفس غيره بغير حق، فإن ذلك كبيرة من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك. فالذي يقتل نفسه هذا قد ارتكب كبيرة عظيمة وعرض نفسه للوعيد الشديد، قوله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في جهنم. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، وهو ما يسمى بالانتحار الذي كثر في هذا الزمان. فالمسلم لا يفعل هذا، وإن فعله الكفار، لأن الكفار لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بشرع ولا بحلال ولا بحرام. وأما المسلم فإنه يرضى بالله عز وجل وبشرعه، وإذا أصابته ضائقة أو مصيبة فإنه يصبر ويحتسب. وأما الكافر فإنه يجزع ويسخط ويريد الخروج من هذه الضائقة فيقتل نفسه، فيقع في شر والعياذ بالله أشد مما خرج منه، لأن الله سبحانه حرم على الإنسان أن يقتل نفسه وأن ينتحر. بل لا بد أن يصبر ويحتسب الأجر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرم على الإنسان قتل نفس الغير، لأن الأنفس معصومة إما بالإسلام وإما بالعهد والميثاق. والله جل وعلا يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في المعاهدين: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد، فالنفوس محترمة ولا يجوز الاعتداء عليها بغير حق، سواء نفس القاتل أو نفس غيره، كلاهما محرم وشديد التحريم. ثم قال جل وعلا: إن الله كان بكم رحيما. هذا تعليل لهذا النهي عن قتل النفوس البريئة بغير حق، حرم الله ذلك رحمة بعباده. إن الله كان بكم رحيما. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك. من يفعل ذلك، الإشارة ترجع إلى ما ذكر في الآية التي قبلها، وهو أكل المال بالباطل وقتل النفوس بغير حق. من فعل ذلك فأكل المال بالباطل أو قتل النفوس بغير حق عدوانا، يعني غير خطأ. أما الخطأ فقد يقع من الإنسان، وظلما للمقتول بغير ما أباح الله عز وجل
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثالث النفس بالنفس وهو القصاص. فبدون هذه الثلاث لا يحل قتل النفوس، فالنفوس إنما تقتل قصاصا أو تقتل من أجل الزنا، إذا كان الزاني ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وكذلك اللوطي فإنه يقتل حتما، وكذلك الثالث التارك لدينه وهو المرتد، فالذي يرتد عن دين الإسلام ويأبى أن يتوب فإنه يقتل مرتدا، وذلك حماية للعقيدة. توعده الله بقوله: فسوف نصليه نارا، نحرقه بنار عظيمة لا يعلم حرها ولا يعلم عذابها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد لمن يأكل الأموال بالباطل أو يقتل النفوس بغير حق. ثم قال جل وعلا: وكان ذلك، أي كان إصلاؤه النار، على الله يسيرا. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، فهو قادر على أن يصلي النار جميع الكفار والمخالفين لشرعه، وأن يصلي النار كل الظلمة والقتلة، وذلك يسير عليه سبحانه، لا يصعب عليه أنه يؤاخذ هؤلاء بجرائمهم، ولا يفوتون عليه ولا يفلتون من قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا سهل عليه ويسير عليه مجازاة العباد بأعمالهم. والمتأمل في هذه الآيات العظيمة من قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، إلى قوله: وكان ذلك على الله يسيرا، يدرك منها أحكاما عظيمة ومواعظ عظيمة وزواجر، لأنها تلامس أحوال الناس وتصرفات الناس، فهي تنزيل من حكيم حميد يريد سبحانه وتعالى لعباده أن يستقيموا وأن يقيموا مصالح دينهم ودنياهم في أموالهم وفي نفوسهم وفي ما بينهم من المعاملات، وأهم ذلك المعاملات الزوجية التي سبق بيانها، فإنها كلها في مصالح العباد وخير العباد. وأما من أعرض عن شرع الله ولم يلتفت إليه فهو إنما حرم نفسه من هذه النعمة الإلهية وجنى على نفسه. وإذا كان يدعو إلى الشر ويدعو إلى الضلال ويريد أن يميل الناس ميلا عظيما، فإنه أيضا يتحمل ذنوب غيره وآثام غيره زيادة على آثامه، كما قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.